مساء الخير مشاهدي برنامج سيدتي، ونهاية أسبوع سعيدة على الجميع طبعا في وطن يعمه الأمن والسلام والاستقرار. خلونا نبدأ حلقتنا لليوم بأهم وأبرز الأخبار، ونبدأها لكم بأول خبر. وافق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على تعديل عدد من المواد لتنظيم إعانة البحث عن عمل حافز 1، واللي كان أبرزها إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد 35 سنة، طبعا حتى ولم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة 12 شهر. طبعا يمكن كثير ناس ما كانوا فاهمين موضوع حافز، ووضحت صندوق تنمية الموارد البشرية هدف إنه إيقاف الإعانة ل 35 سنة هو أصلا موجود منذ صدر قانون حافز أو نظام حافز عام 2011. وأيضا الجديد في الموضوع فقط أنه تحويل اللي هو الإعانة بدل ما كانوا ياخدوها بالتقويم الهجري الآن أصبحت بالتقويم الميلادي. ولكن بالنسبة للأشخاص اللي ليس لديهم عمل وحبوا يقدموا على حافز 2 وهو من فوق 35 سنة إلى 60 عام، وهو صعوبة الحصول على عمل لما فوق إلى 60 سنة. خلونا ننتقل لخبر آخر في آخر المستجدات بخصوص مرض كورونا المنتشر. أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اكتشاف أول حالة لفيروس كورونا لشخص أجنبي صيني، ووضحوا أنه بعد قيام التحاليل للمصاب جاءت نتيجتها للأسف إيجابية، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية، ومن تم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لعزله ومتابعته صحيا. طبعا مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا اللي يصلها فيروس كورونا، والشخص المصاب هو مش مصري، هو شخص صيني للأسف جاي على مصر، وما كان واضح عليه المرض، ولكن كان هو حامل المرض. فطبعا الجهات المصرية اتخذت الإجراءات اللازمة، أبلغت منظمة الصحة العالمية، وطبعا حطوه في الحجر احترازيا لمتابعة صحته، وأكيد تم تعقيم المبنى اللي كان فيه بالكامل. يعني إن شاء الله ما يصيب مصر أي شيء، ولا كل الدول العربية، ولا كل بلادنا طبعا، وإن شاء الله يا رب يسلمنا من هذا الفيروس. طبعا من أهم الأخبار لليوم خبر عن إنشاء وتشغيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أكبر وأحدث مستشفى للإبل في العالم في منطقة القصيم، وبتكلفات تتجاوز 100 مليون ريال، طبعا بهدف تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل وتطوير قطاع الإبل. طيب مستشفى سلام البيطري راح يكون اسمها، حتكون في منطقة القصيم، وهي لحماية وتطوير الثروة الحيوانية، وأكيد طبعا هذا إنجاز جديد ومهم أيضا يضاف إلى مملكتنا الحبيبة في الاهتمام بهذا القطاع وتطويره بشكل أفضل. مشاهدينا الكثير من المواضيع في حلقتنا اليوم، ولكن انتظروني بعد الفاصل.